فليكسيتول براند استرالي طبي موجود في أكتر من 52 دولة حول العالم من أكتر من 20 سنة تقريبا. بيعتمدوا أكتر شيء على المكونات الطبيعية زي الشيا باتر والألوفيرا والتي تري أويل وكمان الشوفان. براند فليكسيتول بيعتمد مبدأ الوقاية خير من العلاج، عشان كده هنلاقيهم بيركزوا أكتر شيء على منتجات الترطيب. فهنلاقي عندنا لاين للترطيب والعناية بالقدمين وعلاج تشققات الكعبين، ودي حاجة مهمة جدا خاصة لناس زي مرضى السكر اللي عارفين إن الإهمال في ترطيب القدمين ممكن يؤدي إلى تقرحات أو التهابات شديدة. كمان عندنا منتجات ترطيب لليدين ومنتجات ترطيب والعناية بالشفايف، سواء بمعامل حماية من الشمس SPF 50 أو بدون معامل حماية بأكتر من نكهة زي النعناع والتوت البري والبابايا. كمان منتجات ترطيب الجسم زي لوشن البشرة الجافة والبشرة شديدة الجفاف بخلاصة اليوريا والدايميسيكون لعلاج الجفاف والإكزيما، وكريم الأظافر المميز لتقوية وترطيب الأظافر والتخلص من الجلد الزايد. وكمان هقول لكم على منتجين جداد ومميزين جدا، هما السكالب لوشن والسكالب شامبو، ودول مكوناتهم طبيعية وخالية من الكورتيزون لعلاج القشرة والحكة والصدفية في الراس، ونقدر نستعملهم يوميا.